اهلا وسهلا بكم في زابينك التاسعة تي في. رمضان السنة تلفزنا بدايه كالعادة تشبع فينا دراما ودموع وحالات اجتماعية تتماشى مع الشهر الفضيل. أما بعد المطورات والخطف والحبس والكرتوش، الموضة في مسلسلات رمضان السنة هي واحد من أولادي ثلاثة ولدك يا كايدة هم عظيم في النساء. أنا أبوه كانت اسمع ديك مفيدة جابت فول في الهرة ولا سألها تخت في مخي ما يا ودي عملت التيست دايان بيدا مش ولدك يا سي علي. أنعم سكر لي برنامج أكاو. وبالطبيعة ما دامنا في شهر رمضان شهر السيل، تلفزنا تفنت في حلين شهيت المتفرج التونسي قبل شقان الفطر. نبدأ على قناة العائلة بالمفتحات. ريحة لبلادي يابا ورد وياسمين يابا يابا. سلطة ماستا شوية ناقصة شوية فيها. الطبق الرئيسي باركونتر فيه برشا فلوس. هي سر البنة. طماطم فريشكا حبتها تتحل بسهولة. هذا أصل 100% يقوي المناعة. اخترنا سباجيتي وخاصة خاصة المقرونة سبيسيال اللي فرحت برشا مشاهدين. اليوم نطيب على شهوتي أنا حطر لنا سبيسيالتي مقارونة تتبيع كيف الطيب لا تلصق لا تعجن تهبط كل كعبة واحدة. كما قلت لكم مقارونة ما تسمنش بالكل تاكل قد ما تحب ما تسمنش بالكل تاكل قد ما تحب. نكملوا جولتنا في قناة نسمة شقيقة مع لقطة حصرية من المسلسل اللبناني. خلاص لقناة العالم اكتشفنا موهبة الزميل أمين قارة محبوب الجماهير وقهر قلوب المشاهدين. فريق زابينك أجمع أنه السر متاع السكسي هذا ما ينجم يكون كان قصة شعره. والهوى طاير طاير بيلعب بيهدى طاير. والهوى طاير طاير بيلعب بيهدى طاير. والهوى طاير طاير بيلعب بيهدى طاير. نمشيو للقناة الوطنية مع الكاميرا الخفية النشرة الجوية وين رينا ميس تونيزي في دور جديد. البحر يكون ودرجات الحرارة تكون معتدلة كذلك. كانت هذه حالة الطقس. البحر عامة يكون مضطرب. لا يا مدموزيل حتى انت ما عندك ما تقول في الافتراء. باه يبدا البحر مضطرب باش نعملوا نجمو نخرجوا في الويكاند ونمشيو للبحر يا بنايا. نرجع لقناة أولاد تسعة وين الشيف جعفور تعرف على برشا شيفان من عالم أجمل وكانت مناسبة باش يتعلم لغتهم ويعلمهم لغتنا. تشمعت جعفر بالعربية ولا؟ لا أنا جعفر سيدي هي الناقة الحلوب. هي الناقة الحلوب. من جهة الممثل أحمد لندلسي كان يعيش في لحظات رومانسية رمضان السنة. راهو تعدى عليك مرضى في روحي وشعره منك ما تمسش. عكس أنت طاو كيف ما أنت ما تحب الشعره منك تتمس أنا زيدا ما أحب الشعره منك تتمس. أنا زيدا ما أحب الشعره منك تتمس. أبارامون سيناريو ما تكتبش ليك أحمد ظهر لي فيه تكتب ال والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم نطيب على شهوتي أنا حطر لنا سبيسيالتي مقارونة تتبيع كيف الطيب لا تلصق لا تعجن تهبط كل كعبة واحدة. كما قلت لكم مقارونة ما تسمنش بالكل تاكل قد ما تحب ما تسمنش بالكل تاكل قد ما تحب. كملوا جولتنا في قناة نسمة شقيقة مع لقطة حصرية من المسلسل اللبناني. خلاص لقناة العالم اكتشفنا موهبة الزميل أمين قارة محبوب الجماهير وقهر قلوب المشاهدين. وبالطبيعة ما دامنا في شهر رمضان شهر السيل تلفزنا تفنت في حلين شهيت المتفرج التونسي قبل شقان الفطر.
نبدأ على قناة العائلة بالمفتحات. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. سلطة ماستا شوية ناقصة شوية فيها. الطبق الرئيسي باركونتر فيه برشا فلوس. هي سر البنة. طماطم فريشكا حبتها تتحل بسهولة. هذا أصل 100% يقوي المناعة. اخترنا سباجيتي وخاصة المكرونة سبيسيال اللي فرحت برشا مشاهدين. اهلا وسهلا بكم في زابينك التاسعة تيفي. رمضان السنة تنفذنا بداية كالعادة تشبع فينا دراما ودموع وحالات اجتماعية تتماشى مع هالشهر الفضيل. أما بعد المطورات والخطف والحبس والكرتوش، الموضة في مسلسلات رمضان السنة هي واحد من أولادي ثلاثة ولدك يا كايدة هم عظيم في النساء. أنا أبوه أنت اسمع عندك مفيدة جابت فول في الحرام ولا سألها تخت في مخي ما شاء الله عملت التيست دايان بعد مش ولدك يا سي علي. أنعم سكر لي برنامج أكاو. طيب باش نعملوا نجمو نخرجوا في الويكاند ونمشيو للبحر يا بنايا. نرجع لقناة أولاد تسعة وين الشيف جعفور تعرف على برشا شيفين من عالم أجمل وكانت مناسبة باش يتعلم لغتهم ويعلمهم لغتنا. تشبهت جعفر بالعربية ولا؟ لا ما نعم جعفر سيدي هي الناقة الحلوب. هي الناقة الحلوب. من جهة الممثل أحمد لندلسي كان يعيش في لحظات رومانسية رمضان السنة. راهو تعدى عليك مرضى في روحي وشعره منك ما تمسش. عكس أنت طاو كيف ما أنت متحب شعره منك تمس أنا زيدا محب شعره منك تمس أنا زيدا محب شعره منك تمس. فريق زابينك أجمع أنه السر متاع السكسي هذا ما ينجم يكون كان قصة شعره. نمشيو للقناة الوطنية مع الكاميرا الخفية النشرة الجوية وين رينا ميس تونيزي في دور جديد. البحر يكون ودرجات الحرارة تكون معتدلة كذلك. كانت هذه حالة الطقس. البحر عامة يكون مضطرب. لا يا مدموزيل حتى انت ما عندك ما تقول في الافتراء. باه يبدأ البحر مضطرب.